بدأت اليوم أولى جلسات قمة رؤساء السوق الإقليمية المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا الكوميسا التي تستمر حتى يوم الخميس بالعاصمة الزامبيا لوساكا. تناقش القمة عددا من القضايا، من بينها القضايا الاقتصادية التجارية، قضايا السلم والأمن، التنسيق السياسي ما بين دول هذه المجموعة، المشروعات المشتركة ما بين الدول الأعضاء. كما يعقد على هامش القمة منتدى لرجال الأعمال لتعظيم دور القطاع الخاص. معنا مباشرة الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، حول هذا الموضوع. دكتور كريم، أهلا بك. وهنا هذه القمة، قمة الكوميسا رؤساء السوق الإقليمية المشتركة، وهي واحدة من أعمدة المجموعات الاقتصادية في القارة الإفريقية حقيقة، وتناقش عدد من الموضوعات هنا في هذه القمة. كيف يعني تبدو هذه المناقشات أنها مهمة في محاولة لتدعيم الشراكة الاقتصادية ما بين الدول الأفريقية في الناحية العملية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اجتماع رؤساء دول تجمع الكوميسا او السوق المشتركه لشرق وجنوب افريقيا الكوميسا تجمعوا في العاصمه الزامبيه لوزاكا علشان يناقشوا قضايا كثيره وعده، يمكن اساسها او بدايتها القضايا الاقتصاديه والتجاريه. يمكن تجمع الكوميسا وهي جماعه تاسست في سنه 82 وانضمت لها مصر في سنه 97، يمكن هي كانت بدايتها تم بدايتها كعمل نظام تجارة تفضيلية بينهم، ثم تم التطور وأصبحت منطقة تجارة حرة، ثم أصبحت سوق مشتركة. تعتبر القضايا الاقتصادية والقضايا التجارية هي الأساس. نحن نتحدث في تجمع الكوميسا عن تكامل إقليمي وليس تعاون اقتصادي. تكامل إقليمي بمعنى تطبيق واسع لمفهوم الحرية والحماية، بمعنى حرية أكثر في نقل وتداول السلع والبضائع والخدمات، حرية انتقال رؤوس الأموال، حرية انتقال عوامل الإنتاج، وحرية الاستثمارات وعمل مشاريع مشتركة. أما الحماية هنا فتكون حماية الدول الموجودة في التجمع ضد باقي دول العالم. إذن فإن الحديث عن الجامعات الإقليمية وعمل تجارة بينية أكثر بين الدول الأعضاء في تجمع الكوميسا سوف ينعكس بالإيجاب على باقي الدول. وجود مصر في هذا التجمع يمثل إقامة كبيرة ونوعية لمصر، لأنك أنت بتسهل لك أنك تنفذ إلى باقي الأسواق الأفريقية وأسواق تجمع الكوميسا، وفي نفس الوقت يسهل لك أنك تحصل على سلع وبضائع ومواد خام من دول الكوميسا زي الحديد، زي النحاس، زي الجلود، زي الأخشاب بسعر أقل من مثيلتها في العالم. تجمع الكوميسا نحن نتحدث عن 535 مليون نسمة، سوق كبير. نحن أيضا نتحدث عن أكثر من 850 مليار دولار حجم اقتصاد تلك الدول، وما يمثل إضافة كبيرة لمصر وكل الدول الأعضاء اللي فيه. نحن نتحدث عن أكبر تجمع ممكن أن يكون موجود في العالم، لأنه يشمل من الشمال الأفريقي إلى جنوبه. هنا دكتور كريم، يعني حضرتك عندما تتحدث عن التكامل، النقطة اللي قلتها حضرتك في هذا السوق المهم جدا بين الدول الأفريقية، كان من أهدافه يعني الأولية هو تحرير التجارة، إلغاء الحواجز الجمركية ما بين الدول الأعضاء الأفريقية. طبعا كل هذه كانت معوقات تعوق قيام منطقة التجارة الحرة الثلاثية في المنطقة القارة لأفريقيا. يعني هل تم إزالة هذه الحواجز أم أنه يعني كانت فقط من الناحية النظرية، إنما في الناحية العملية؟ لأننا عندما نزيل هذه الحواجز عمليا أعتقد أنه سوف يكون هناك تكامل بالمعنى المفهوم. طبعا لا، هو نظريا تم إزالة كافة العوائق والحواجز الجمركية بين الدول الكوميسا وبين بعضهم البعض، ولكن تكمن المشكلة الأساسية في عدم تحول التكامل بين الدول الأفريقية الأعضاء في الكوميسا إلى تكامل منظور وفعلي، إلى وجود عدد من العوائق. أولا التباين الكبير من حيث المساحة والحجم الاقتصادي والإمكانيات الاقتصادية والبنية التحتية بين الدول. نحن لدينا في الكوميسا دول عدد سكانها كبير جدا وحجم الاقتصاد الخاص بها كبير، وفي نفس الوقت لدينا دول حجم الاقتصاد بتاعها صغير، فهنا لدينا اختلاف. ما هو نقطة دكتور كريم؟ على الجانب الآخر لا توجد طرق ووسائل
هي النقطة دي حضرتك اللي هو يعني نعم. انت بتكلم على النقطة دي اللي بتكلم عنها التكامل، يعني دول لديها مثلا كوادر بشرية متميزة وكثيرة زي مصر، ودول لديها مثلا مساحات جغرافية زراعية وغيره زي السودان مثلا، فهنا التكامل فيما بين الجانبين، يعني التبادل ما بين كوادر بشرية لكي تعمل في هذه الدول الإفريقية لكي تؤدي إلى عملية التكامل فيما بينها. بالفعل، يبقى نحن هنا سوف نتحدث عن النقطة الأخرى، يبقى إذا نحن بحاجة إلى تكامل بين الدول، ولكن تظهر مشكلة كبيرة، يعني عدد دول الكوميسا أكثر من 20 دولة، تمتد على مساحات كبيرة جدا، تظهر المشكلة الكبرى وهي عدم وجود وسائل نقل ومواصلات مباشرة وصريحة بين دول الكوميسا، حيث لا توجد خطوط طيران مثلا مباشرة بين مصر وبين أغلب دول الكوميسا. يمكن أيضا وكان مهم جدا يجب أن يتوافر خط ملاحي من المواني المصريه لمواني جنوب وشرق افريقيا، ولا يوجد خط ملاحي. يمكن كان في 2008 كان يوجد خط ملاحي ولكن تم الغائه لعدم وجود جدوى اقتصاديا. لا توجد ايضا خطوط سكك حديده ولا خطوط سكك حديديه ولا ايضا مواصلات بريه بين باقي دول الكوميسا بين بعضها البعض، حتى ان في دراسه للبنك الدولي كان مفادها ان يمكن ان الصادرات والواردات بين دول شرق افريقيا والدول الاوروبيه اقل تكلفة من نقل تلك السلع بين دولة أفريقية وأخرى أفريقية. إذا نحن نتحدث أكثر على أهمية البنية التحتية والاستثمار في البنية التحتية ووجود طرق مشتركة تربط الدول الأفريقية بين وبينها بعض. يمكن أيضا توجد خطط لعمل بنية تحتية ونقل ومواصلات بين الدول الأفريقية، ولكنها تحتاج إلى تمويل كبير جدا يتجاوز مئات المليارات. لكن لو تحدثنا عن حالة مصر والسودان فهي حالة فريدة في التكامل. نعم. يمكن هي بحكم علاقة الجوار والوضوع العربية، فلدينا نحن علاقات تجارية مع السودان خارج إطار الكوميسا في الإطار المنطقة العربية الحرة أو منطقة التجارة العربية. ويمكن تم وزير النقل افتتح طرق برية تربط بين مصر والسودان، ولدينا أيضا منافذ تجارية وجمركية بين مصر وبين السودان في أسوان. طب هنا يعني حضرتك بالنسبة للنقل، يعني يمكن نقطة اللي قلت عليها، يعني يمكن الرئيس بكرة عبد الفتاح السيسي هيزور السودان، هنا يعني الحديث حول أيضا التكامل التجاري والاقتصاد، وعندنا الطريق الذي سوف يقام بين الإسكندرية إلى كيب تاون مرورا بميناء أرقين السوداني. هنا يمكن في نقطة النقل دكتور كريم عندنا ما يسمى بالناحية الجيوبوليتيكية، طبعا عندنا شواطئ قنوات، مثلا عندنا شواطئ بورسعيد من مصر مرور بالبحر المتوسط إلى قناة السويس الساحل الغربي للبحر الأحمر وخليج عدن، شواطئ إفريقيا على المحيط الهندي، عندنا حتى مدغشقر جنوبا المحيط الأطلنطي، الشواطئ الممتدة من نامبيا وأنغولا والكونغو الديمقراطية، كل هذه شواطئ يتم استغلالها عن طريق النقل البحري أيضا بالإضافة إلى النقل البري. بالفعل، يعني انا زي ما قلت لحضرتك في كلامي ان حتى الخطوط البحريه لم تجد موجوده، لا توجد خطوط بحريه تربط مباشره بين مصر وبين باقي الدول الافريقيه او بين الدول الكوميسا وبين بعضهم البعض. لا توجد خطوط ملاحيه، حتى اذا كان في خطوط ملاحيه تم الغائها بسبب عدم جدواها الاقتصاديه، لان الخطوط الملاحيه بتكون في الاساس قائمه على جدوى اقتصاديه ونقل بضائع حتى تمثل لها حد معين من تكلفه التشغيل. النقل البحري مهم جدا في التجارة، لأن الغالب الأعم يعني أكثر من 90% أو 85-86% من نقل البضائع والسلع على مستوى العالم هو بيكون عن طريق النقل البحري. صحيح. يمكن مصر لديها شريان تجاري هام وهو قناة السويس، لكن إحنا لو نظرنا إلى أكثر الدول المستفيدة من الإمكانيات الأفريقية هي دول آسيا زي الصين والهند والدول الأوروبية التي تستحوذ منفردة على المواد الخام الأفريقية حتى تصنعها في مصانعها ولديها، ثم تعيد تصديرها مرات أخرى إلى الدول الأفريقية والدول النامية بأضعاف أضعاف أثمنها أسعارها. لكن يمكن يجتمع رؤساء دول الكوميسا لتسهيل التجارة بينهم، يمكن إذا كانت تم رفع وإزالة الرسوم الجمركية، لكن يظل دائما وأبدا النقل والمواصلات والربط التجاري وعدم وجود خطوط ملاحة تنقل البضائع والسلع بين بين مصر وبين باقي الدول الأفريقية أو بين باقي الدول الأفريقية ومصر هي المشكلة الكبيرة. كمان يبدو أن تظهر مشكلة أخرى وهي تعدد العضوية، يمكن في أكثر من دولة أفريقية عضوية في كذا تجمع، عندنا ثلاث تجمعات طبعا احنا في القارة الأفريقية بيترتب عليه عدم وجود
ثلاث تجمعات كبيرة ومعروفة طبعا. بالفعل يمكن يوجد مثلا بالفعل يمكن التكامل الإقليمي والتجمعات الإقليمية لم تعد قصرا على الدول الأوروبية والأمريكية فقط، بل أصبح لدينا في أفريقيا أكثر من 11 جماعة اقتصادية. أمريكا الجنوبية ابتدت تحذو نفس الحذو، وأصبح لديها تجمعات كبيرة أيضا، فأصبحت العلاقات الدولية والاقتصاد الدولي وهي يخص التعامل بين التجمعات وبين الدول هو الذي يستحوذ على الجانب الأكبر من حجم التجارة العالمية. وزي ما أشرت قلت يعني ان افريقيا مليئه هي ليس فقط مليئه بالسلع والمواد الخام، بل ايضا تمثل سوق واعد وكبير للصادرات المصريه، لان السوق الافريقي يقبل كل المنتجات والسلع المصريه التي تتمتع بجوده متوسطه وسعر متوسط، وليس لديها شروط او التزامات او معايير غربيه معقده مثل الدول الغربيه والاوروبيه. هنا اخيرا في عجاله دكتور كريم، علاقه الاقتصاد بالسياسه، يعني انت بتتكلم على التكامل الاقتصادي والتجاري ما بين هذه الدول، انت عندك ملفات ايضا مهمه جدا هو تفعيل الناحيه الامنيه فيما بين هذه الدول، مناقشه ما يمكن ان يهدد الدول من مخاطر، وبالتالي هنا العلاقه بين الاقتصاد وتدعيم الملف السياسي بين هذه الدول الافريقيه، يعني ده مهم جدا. لكن اشكرك دكتور كريم العمده استاذ الاقتصاد السياسي، كنت معي مباشره حول هذه التفاصيل في هذه القمه الاقتصاديه المهمه، اشكرك شكرا جزيلا.